أحسنت. هذا البلد يكتمل جماله باكتمال تفاصيله، ومسندم أجمل التفاصيل. الأستاذ طلب منه أن نرسم خريطة السلطنة على لوحة كبيرة، فقلت أني أستخدم المرسم عليه. أنتوا الجيل اللي يقع عليه في المستقبل مسؤولية كبيرة تجاه هذا البلد. أجدادنا الأوليين بذلوا دمهم عشان يحافظوا على وحدة هذه الأرض ووحدة هذا التراب. من هذه البلد طلعوا قادة وعلماء وعظماء، وانتوا الجيل اللي لازم تحافظوا على مسيرة الأجداد، وتأكد انه تاريخنا مثل أرضنا ما نرضى فيه. الأستاذ قالنا اننا نرسم خريطة السلطنة بالشكل اللي نتخيله. حلو، وانا بخبرك وش لازم تضيف بعدك في الشكل الجغرافي. اتوقع فهمت كلامي. تقصد التاريخ؟ احسنت، وتاريخنا قطعة منا وقطعة من أرضنا، وأريدك بعد ترسم القلاع بأماكنها، ولا تنسى تكتب أسماء الشخصيات اللي صنعوا هذا التاريخ، لأنه من هذه البلد طلع السندباد البحري وأحمد بن ماجد والفراهيدي وناصر بن مرشد والمهلب بن أبي صفرة وغيرهم 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 من اللي صنعوا الحضارة الإنسانية استفاد منها العالم كامل. وطول ما نحن واعيين بأهمية هذا البلد وبوحدة ترابها وبوعينا الكامل بأنه التاريخ جزء من هذا التراب، ما راح نتأثر بآراء المغرضين ولا بدعوات الحاسدين، لأنه مثل هذه الأرض وتاريخ عظيم مثل هذا التاريخ كافي أن نشعر بالثقة بأنفسنا. الوعي بوحدتنا وتاريخنا أساس هذه الثقة. وحصن عقلك.